ما ديرهاش كاع، ولا كنت قادر تروح القناه عندها شعبيه عليها، ولا قناه ما تخش ما تخش في جدل تغنى عنه. ترك بدايه المسيره كاين بزاف تقولوا غاني مهدي، يقولك ما نعرفوش، كاين ماشي متبع السياسه وراح يفوطي. انت كي دخلت فيها دخلت شغل في الزنقه ما تخرجش. اظن ان جدل خونا يسال فينا، قال لي لا رحت نقدر نجاوبو انا. وفي نفس الوقت يقول لي باللي انت الكثير من الشباب والطبقه الشبابيه وشرائح المجتمع لا يعرفونك، وهذا في حد ذاته تناقض. لماذا؟ لانني كمترشح للرئاسيات استعمل كل الوسائل الاعلاميه المتاحه لدي. انا الان راني نشط في حمله انتخابيه، لست انشط في حصه تلفزيونيه ساخره. هذا الامر الاول. الامر الثاني، اريد ان اصل الى هؤلاء الناس التي لا تصل اليهم القنوات الاخرى. هذا البند الثاني. البند الثالث، كفانا ارجوكم خاوتي، كفانا كذبا على انفسنا. انا عندي ايام وانا موجود هنا في الجزائر، كلما ادخل الى مقهى اجد قناه النهار في المقهى، وعندهم 12 مليون على صفحتهم. 12 مليون هذوك ماهمش من الموزمبيق، ماهمش من الموزمبيق الشقيقه. هؤلاء جزائريون، والناس اللي يخدموا في هذه القناه التقيت بهم كلهم شباب مثلكم، هؤلاء جزائريون كذلك وليسوا يهودا. انا تتقاطع امور معهم، وكانت هنالك سلبيات وايجابيات لكل قنوات. لماذا؟ لان كما تعلمون هنالك قنوات يمولها مال فاسد، وهذا يعلمه الجزائري. لكن لا تمنعوني من استعمال قناه سوف توصلني الى قريه لن اصلها. انا جيت بالمترو لهنا، ما عنديش 100 مليار كما عطاهم الناس، ما عنديش ارباب اعمال من ورائي.